بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. قال المؤلف رحمه الله في باب صلاة الجماعة: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يشرع في صلاة غير الصلاة التي أقيمت، بل يدخل معهم في هذه الصلاة، فلا يصلي نافلة ثم يقول إذا فرغت منها ألحق بهم، هذا لا يجوز، لأن هذا مخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا يراد به الشروع في صلاة غير الصلاة التي أقيم لها، الشروع والدخول فيها بعد الإقامة، هذا هو الذي لا يجوز. وأما إذا أقيمت الصلاة وهو في أثناء النافلة فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فيستمر فيها ويخففها، إلا أن يخشى فوت الجماعة، أن يخشى فوت صلاة الجماعة فيقطعها لأجل صلاة الجماعة. نعم. قال: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وإن لحق. هذا في بيان ما تدرك به صلاة الجماعة. المذهب هنا كما ذكر أنها تدرك بسلام بأنها تدرك بتكبير الإمام، بتكبير المأموم، بتكبير المأموم تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى كما ذكروا. فمن كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى لحق الجماعة، لأنه أدرك جزءا من الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فيشمل ما أدركه مع الجماعة ولو كان قليلا قبل السلام، هذا المذهب. والقول الثاني أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، أما من أدرك أقل من ركعة فإنه يدرك فضل الجماعة وله أجر المتابعة، ولكن لا يدرك صلاة الجماعة، لا يدرك صلاة الجماعة، بل تكون فاتته. كما أن هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم. قال: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. إذا جاء المأموم والإمام في الركوع فإنه يدخل معه، يكبر تكبيرة الإحرام
وهو قائم، ثم يركع مع إمامه، وتجزئه التحريم عن تكبيرة الانتقال، فتكون تكبيرة الانتقال في هذا الموضع سنة، لو تركها صلاته صحيحة، وإن أتى بها فهو أكمل. هذا معنى قوله وأجزأته التحريمة، يعني عن تكبيرة الانتقال، لكن لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم قبل أن ينحني، ويكون مدركا للركعة. إذا أدرك إمامه في الركوع وركع معه صار مدركا للركعة، لأن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فكبر دون الصف وركع ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف، ولم يأمره بإعادة الصلاة، لم يأمره بإعادة الصلاة أو قضاء الركعة التي لم يدرك قيامها، فدل على أن إدراك الركوع يجزئ للمسبوق، والحمد لله. نعم. ولا قراءة على مأموم. نعم. قراءة الفاتحة إنما تجب في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنه موضع خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه يتعين عليه قراءة الفاتحة، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن العلماء من يرى أن قراءة الإمام تكفي، يعني قراءة الفاتحة من الإمام تكفي عن قراءة المأموم، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، ولقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وجاء في الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، إلا أنهم يقولون إن هذا الحديث فيه ضعف. وأيضا استدلوا بالتأمين، تأمين المأموم على قراءة الإمام، فدل على أن قراءة الإمام تكفي، فإذا أمن عليها فكأنه قرأ، كما قال الله تعالى في حق موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي دعا هو موسى عليه السلام، وأما هارون فإنه كان يؤمن على دعاء موسى فنسب الدعوة إليهما، فدل على أن تأمين المأموم على قراءة الإمام يعتبر بمثابة القراءة في حقه. هذا قول. والقول الثالث هو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، التفصيل. إن كانت الصلاة جهرية فإنه يكتفى بقراءة الإمام، ويجب على المأموم الاستماع للقراءة، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما إن كانت الصلاة سرية فإنه يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة، لأنه لا يترتب على قراءته تشويش على الإمام ولا على الحاضرين. فهذا هو القول الوسط، تفصيل بين الصلاة الجهرية لا قراءة على المأموم فيها بل يجب عليه الاستماع، والصلاة السرية يجب على المأموم أن يقرأ لعدم المانع من القراءة. وعلى كل حال مهما أمكن للمأموم أن يقرأ في سكتات إمامه فإنه يستحب له ذلك، ولهذا قال هنا ويستحب في إسرار إمامه وسكوته، يعني إذا سكت بعد الفاتحة أو سكت للتنفس فإنه يقرأ
أو سكتته قبل الشروع في قراءة الفاتحة، فيجوز أو يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه. نعم، قبل الشروع في صلاة ما بعد في قراءة ما بعد الفاتحة يجوز أنه بعد التحريمة يشرع في الفاتحة لا بس قبل أن يقرأ إمامه. قبل أن يقرأ إمامه، نعم. ويستحب في إصرار إمامه وسكوته، وإذا هي إصرار إمامه الصلاة السرية هذا عرفنا، نعم، وفي حالة سكوته في الصلاة الجهرية لا في حالة جهر الإمام. نعم، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، هذه الحالة الثالثة من الأحوال التي يشرع فيها القراءة للمأموم في إصرار إمامه، هذه واحدة. الحالة الثانية في سكتات إمامه. الحالة الثالثة إذا لم يسمع الإمام لبعد عنه، لم يسمع القراءة، فإنه يستحب له أن يقرأ لزوال المحذور في هذا، ولقوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وهذا لا يسمع فيقرأ الفاتحة ولا يسكت إذا كان لا يسمعه لأجل بعد المسافة، لا لطرش وهو ثقل السمع أو عدم السمع، هذا يسمى الطرش. فإذا كان أطرش فإنه وهو قريب من الإمام فإنه لا يقرأ، وإن كان لا يسمع الإمام لأنه يشوش على الإمام، لأنه حينئذ يشوش على الإمام. نعم، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه. استحب للمأموم أنه يستفتح ويستعيذ، يقول سبحانك اللهم وبحمدك بعد تكبيرة الإحرام، ويستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من سنن الصلاة، وهذا لا يقوم فيه الإمام عن المأموم. الاستفتاح والاستعاذة لا يقوم فيهما الإمام عن المأموم، فيستفتح ويستعيذ مطلقة في السرية وفي الجهرية، ولذلك قال فيما يجهر فيه إمامه. ولكن الصحيح أنه إذا كان يشوش على الإمام فإنه لا يستفتح ولا يستعيذ. نعم، ولو أسر بهما، لو أسر بهما بحيث لا يشوش على الإمام فلا بأس. الحمد لله. لكن بعض الناس ما يهتم بهذا الأمر، يشوش على الناس وعلى الإمام فيحصل الخلل في هذا. نعم، ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. هذه أحوال مسابقة المأموم للإمام وهي محرمة، قال صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال بالذي يرفع رأسه قبل الإمام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، وهذا وعيد شديد. فمسابقة الإمام محرمة وقد تبطل الصلاة في بعض الأحوال كما يأتي بيان ذلك، لأن المأموم تكون أفعاله وأقواله بعد أفعال إمامه وأقوال إمامه ولا يسابقه، وكذلك لا يوافقه أيضا، فلا يشاركه في الركوع والسجود، بل يتأخر إلى أن يركع وإلى أن يسجد ثم يتابعه. فالمسابقة والموافقة كلاهما محرم، والواجب أن تكون أفعال المأموم وأقوال المأموم بعد الإمام، وهذا معنى الائتمام، وهذه هي الحكمة التي جعل الإمام من أجلها، كما قال صلى الله عليه وسلم
إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. نعم. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، إذا سابق الإمام وسبقه إلى الركوع، ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام، فإن كان سهوا أو جهلا فإنه يرفع، يجب عليه الرفع والإتيان بالركوع بعد الإمام والإتيان بالسجود بعد الإمام. فإن لم يفعل، يعني لم يرفع ويسجد بعد الإمام ويركع بعد الإمام حتى أدركه الإمام في ركوعه أو سجوده، فإن كان متعمدا هذا الفعل بطلت صلاته، لأنه لم يقتدي بالإمام. نعم. وهذا ما يسمى بالسبق إلى الركن، السبق إلى الركن، وهناك سبق بالركن وهناك سبق بركنين. نعم. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. هذا هو السبق بالركن، إذا ركع ورفع قبل إمامه، فإن كان عالما بطلت صلاته، بطلت صلاته لأنه لم يصبح مأموما ولم يتقيد بالإمام. وإن كان جاهلا أنه يجب عليه متابعة الإمام، أو ناسيا ساهيا وحصل منه هذا من طريق السهو وعدم التعمد، فإن صلاته لا تبطل لعذره بالجهل أو النسيان، ولكن تبطل الركعة فقط. فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بركعة كاملة مثل حالة المسبوق. نعم. وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، هذا هو السبق بركنين، إذا سبق الإمام بالركوع وسبقه بالسجود بأن ركع ورفع قبل إمامه ثم سجد قبل إمامه بطلت صلاته لتعمده مخالفة الإمام، ولأنه لم يصبح مأموما، فلا هو صلى منفردا ولا هو صلى مؤتما فتبطل صلاته، إلا الجاهل والناسي، الجاهل بالحكم والناسي الذي فعل هذا عن نسيان لا عن تعمد، فإنها لا تبطل صلاتهما لعذرهما بالجهل والنسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكن يصلي تلك الركعة قضاء بعد سلام الإمام إذا سبقه بركنين، ركوع وسجود معا، ناسيا أو جاهلا، فإن صلاته لا تبطل لأنه معذور، ولكن تبطل هذه الركعة. فإذا سلم إمامه قام وأتى بها كحالة المسبوق. نعم. ولهذا قال ويصلي تلك الركعة قضاء، يعني كالمسبوق. نعم. قال وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء. هذا كما ذكرنا، مسابقة الإمام لا تخلو من ثلاث حالات: المسابقة إلى الركن، المسابقة بالركن، المسابقة بالركنين، ولكل حالة تفاصيلها وحكمها كما سبق. نعم. ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. نعم، يسن للإمام التخفيف في الصلاة، تخفيف غير المخل. نعم.
من أجل دفع المشقة عن المأمومين، ولهذا قال التخفيف مع الإتمام، مع إتمام الركوع والسجود وإتمام القيام والقراءة وما يجب في الصلاة. أما التخفيف الذي يخل بأركان الصلاة أو واجباتها فإنه يبطل الصلاة، وهو ما يسمى بالنقر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب، وقال للمسيء في صلاته، قال الذي لم يطمئن في صلاته، قال له صل فإنك لم تصلي. فدل على أن التخفيف المخل بأركان الصلاة أو واجباتها أنه يبطل الصلاة، أما التخفيف الذي معه الإتمام ولا يخل بالصلاة فإنه مطلوب من الإمام من أجل التخفيف على المأمومين. أما إذا كان الإنسان يصلي وحده فله أن يطيل ما شاء، أو كان يصلي بأناس يرغبون التطويل فإنه يطول أيضا، إنما الكلام في إمام يصلي بأناس لا يرغبون التطويل الذي يشق عليهم. قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. نعم. وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. نعم، ويستحب للإمام تطويل الركعة الأولى من الظهر والعصر والعشاء أكثر من الثانية، تطويل الركعة الأولى من الظهر والعصر والمغرب والعشاء أطول من الثانية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. يستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركوع معه، ولا يستعجل بالقيام من الركوع حتى يدخل معه الداخل، لئلا يفوت عليه فرصة إدراك الركوع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في صلاة الظهر الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم، يعني ينتظر الداخلين عليه الصلاة والسلام، يظل راكعا قائما قبل الركوع. وكذلك في الركوع يمدده حتى يدركه الداخل ما لم يشق على مأموم. أما إذا كان انتظاره للداخل يشق على المأموم فإنه يراعي المأموم، يراعي المأموم ولا يراعي الداخل. نعم. وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. إذا استأذنت المرأة إلى المسجد، النساء ليس عليهن صلاة جماعة لما سبق في أول الباب في قوله تلزم الرجال، صلاة الجماعة تجب على الرجال فقط، أما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة، لكن إذا أردنا الصلاة مع الجماعة فهذا جائز مباح لهن، الحمد لله، وصلاتهن في بيوتهن أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات. فصلاة النساء في المساجد مباحة لهن وليست مستحبة، الحمد لله، لأن بيوتهن خير لهن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أبيح لها الخروج إلى المسجد فلا بد من التزام الآداب الشرعية من الستر والحياء والحشمة وعدم الاختلاط بالرجال وتجنب الطيب والزينة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفيلات، يعني متبذلات ليس فيهن روائح طيب،
أو ما يفتن الناس بهن، إذا كانت تخرج للمسجد لأجل العبادة وطلب الأجر فإنها تتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا تخرج للمباهات والزينة وإظهار مفاتنها، لأنها ترجع من الإثم بأكثر مما يحصل لها من الأجر في هذا. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا ما سمح به لنا وقت لقاء هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من شرح هذا الكتاب، وشكر لكم حسن استماعكم، وتقبلوا في الختام تحية أخي في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. البرنامج من تقديم الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم وإخراج عبد الله المطيري.